عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. كما شفتوا هذه الكسيوة ديالنا اللي غنخيط معاكم، راه فصلتها، حطيت لكم الطريقة ديال الفصالة، وانا نوريكم ان شاء الله الطريقة ديال الخياطة. كما كتشوفوا هادو هما داك لي بلي اللي قلت لكم كيجيو في الكمام وفي الصدر. انا اول حاجة غنبدا بها هي نمونطي الكتاف، ندير مونطي الكتاف ديال القطعة الفوقانية. دائما كنديرو التركيز عند التركيز، ونديرو الوجه عند الوجه ديال التوب. هما الكتاف ديالنا. هنا غادي نجي باش نلصق داك القطعه اللي قلت لكم ديال الازرار اللي غيكونوا فيها داك الفتحه ديال الازرار، حيت راني ما خليتش القيمه ديالها في الفصاله. كنجي لداك القطعه كنفصلنا كنطويها على جوج، كنخيط واحد السنتيم من الفوق، دي القطعة الثانية اللي غتكون عليها من الفوق، اللي غتجينا هي اللي غتكون هي داك التبطين ولا المرض ديال الصدايف. حتى هي كندير لها نفس الطريقة، غادي نخلي في العرض ديالها 3 سنتيم، وغادي نخيط داك السنتيم اللي خلينا ديال الخياطه. كما شفتوا غندير داك البليات اللي غادي يجيوني في الصدر، كلكم هنا تساعدوا بالمقاس ولا تساعدوا ولا ديرهم غير بيديكم ولا بداك الكروشي ديال هذاك. انا صاوبت بداك الكروشي ديال الماكينه السورجي اللي كندخلوا به الخيط. هادو راهم ساهلين كيداروا، طبعا واحد سنتيم ونص وكتبقي غادا سنتيم ونص. كما كتشوفوا كتجي البليه حدا ختها، كنبعدوش حتى كنزيدو ليه عاد كنديرو بليه، كنمشيو هكايا قياس واحد. نحاولوا نقدوهم بيدينا، يجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي، هنايا غادي نديرو هاد لي بليات، هما غنديروهم هما الاولى من التحت، نديرهم نيشان على الدوفا، ونجيبو القطعه الثانيه اللي غيكون عندنا فيها الفتحه ديال الازرار. القطعه الاخرى هي اللي غتكون عندنا من الفوق، هي اللي غتجينا مغطيه داك الازرار ديالنا ما يجيوش كيبانوا. كنقادوهم، نشدو بالبانكات، صافي، وغندوز سنتيم ديال الخياطه ديالي، غنشد سنتيم وغندوز عليها بالخياطه. نحاول داك القطعه اللي غتجيني فيها الفتحه ديال الازرار مع داك البلي ما تجيش هي خارجه على داك القطعه ديال البليات، تجي الاخرى اللي غتجي خارجه. كما كتشوفوا على هذا الشكل، غندوز لهم السورجي. هنا غادي كنطوي داك السنتيم لداخل كما شفتوا ديال الجهه ديال الشمال، وكنولي نطوي 3 سنتيم
وكندوز داك السنتيم دالخياطة، كنقلب الوجه عند الوجه باش نقلبو يجيني مفيني من داك القنيت على هاد الشكل. داك السنتيم اللي كنطوي راه هو هذا كيفيني، كيتجي خياطة مفينية واخا ما نديرو في السورجي. وداك السنتيم راه كنقطعو هذاك حتى كنلصق فيه هاد الكول ديال الكسوة، ندير لها كول اوفيسي. دائما كنفينيو الخيوط، ما نخليوش الخيوط في من كونو كنخيطو، باش كتخرج لنا الخياطه فينيه كما كتشوفوا. هادو هما داك البليات ديالنا اللي صاوبنا. هذيك الجهه ديال الشمال هي طوينا داك 3 سنتيم اللي صاوبت معاكم، وهذه الجهه اليمين هي اللي كتكون فيها القطعتين، قطعه واحده غتجي فيها الفتحه ديال الازرار، والقطعة ديال البليات هي اللي غتجينا مغطية، اللي غتجي باينة من الفوق، ما يجوش باينين عندنا الأزرار. هنا غادي نصاوب الكول أوفيسي ديالنا. الكول ها كنجيبوه كنقسموه على جوج، وغادي نعبرو شحال فيه، وغادي نعبرو الكول اللي ها في السنة شحال عندنا فيه. هنطوي واحد سنتيم من الداخل، وهنجيب القطعة الثانية نحطها عليها. كنمشي معاها كامل كندير كرانات باش من يتقلب ليا الكول يتقلب مزيان. نشدو مع داك السنتيم اللي خليت ديال الخياطة، وغندوز معاه بالبانكات. غنشدو القطعات بجوج ديال الكول وديال الكول اوفيسي اللي عندنا، والاخرى اللي طوينا لها سنتيم غادي نخليه حتى غادي نفيني بها الكول في الخياطة الثانية. راح حطت الطريقة اكثر من مرة ديال هاد الكول اوفيسي، راه ساهل. كتشوفوا كنخليو هذيك اللي كان عندنا فيها الفيزلين، اللي لصقنا لها الفيزلين وطوينا لها سنتيم، راه كنخليوها ما كنخيطوهاش معاهم. هذيك هي اللي غنفينيو بها الدوره ديال الرقبه كما كتشوفوا على هذا الشكل. كندخلو داك الشيء لداخل كامل وكندوزو عليه بالخياطه على هذا الشكل هذا. صافي كندوز على الحاشيه ديال الكول، كندوز على التاليه، وكيجينا الكول ديالنا فيني من الداخل ومن برا كما كتشوفوا. هذا الجهه اللي غتكون عندنا من الداخل هذه.
غادي نعاود العبار الصباط، ندور عليه كامل، نحاول ندور مع داك القنيه نجي يجيني داير. وغادي نهبط مع الجهة ديال اليمين كما كتشوفوا، باش غادي نشد داك القطعات بجوج، غادي تشدوا لي بالخياطة، غندوز لهم عبر الصباط. انا من الداخل راه درت لهم السورجي كما كتشوفوا، كيجيو على هذا الشكل، وهذا هو الكول ديالنا. راه طريقة سهلة ومبسطة، كنحاول نبسط معاكم اكثر باش تشوفوا الطريقة سواء بالصورة ولا بالشرح. هذا هو الكول ديالنا، كيجي على هذا الشكل داير، والهبطة كما كتشوفوا فيها داك البليات. هنايا غادي ندير داك لي فرونس اللي كيكونوا في الكتاف، كندخل واحد 5 سنتيم من المنتصف ديالكم من هاد الجهة ومن هاد الجهة، وغادي نجمع داك المسافة اللي خيط، كندير 5 منها و5 منها وكنجمع فيها في الوسط. كنشوف المنتصف فين هو وكنلصقو مع الخياطة ديال الكتف. كنحاول داك البليات نقادهم بيدي اللي عندي في الكتاف. صافي، ونكمل الخياطة ديال التركيز، دائما نقادو بيدينا. كيجيو على هذا الشكل الكتف ديالنا كما كتشوفوا، كيجيو داك البليات. هنا غنصاوب معاكم داك الخريصات ديال السطايف اللي غيكونوا عندنا في الكمام. داك العوينات اللي كيتحشوا لنا فيهم الازرار غادي نصاوبهم باش تشوفوا الطريقه، حيت راه صاوبت معاكم واحد الكسوه قبل من هذيك الموف اللي بالسروال، ما صورتكمش الطريقه. هنا غنصور لكم الطريقه كيفاش ديروا لهم، باش كيجينا داك الخويط كيجينا رقيوق، كيجيش غليظ وكيجي فيني في الخياطه كما كتشوفوا. كنخلي واحد الخيط خارج منهم باش كنخيطوهم، وكنحشيو هكايا بليبره، كتجيبوا ليبره كنحشيوها في داك الخيط، ندخلوها في داك القطعة اللي خيطنا كما كتشوفوا، كتقلب لنا بسهولة وكيجيونا على هذا الشكل. هذا كيجيو رقيقين وما كيجيوناش غلاط الا خيطناه بالطريقة اللي مولفين كنخيطوا داك القطع اللي كنديرو مثلا في اللي كنشدو بهم الحزام، ولا كيجيونا غلاط، هادو كيجيو رقيقين.
صافي غنحطها في الجهة اللي كان تكون فيها داك الفتحة ديال الأزرار، كنحطها هكا على الوجه ونشدها بالخياطة. وغادي نجيب القطعة الثانية ونحطها عليها. صافي دابا غادي نقلب. غادي نجيب الكم ديالي، غادي ندوز له، غادي ندير نطوي واحد سنتيم لداخل ونزيد سنتيم واحد اخر باش يجينا فيني داك 5 سنتيم اللي كنخليو في الجنب ديال الكم في الخياطة. كنديرها من الجهات بجوج، كنطوي جوج طويات وندوز بالخياطة. هذا الكم راه كما كتشوفوا راني صاوبته. غادي نوريكم الطريقة ديال الكم كي كتجي، كي كنديرو نصاوبو داك البلي، داك الاسوارة بداك البلي ديالها. هنا غادي نجيب القطعة الاولى اللي ملصقة لها الفيزلين وغندوز لها 1 سنتيم ديال الخياطة، ونجيب القطعة الثانية غادي نحطها عليها. كما كتشوفوا هذه هي داك العوينة اللي صاوبت ديال الصدافة. داك الفتحة ديال الصدايف صافي كندوز لها الخياطة. كما كتشوفوا كنخليو داك السنتيم خارج، هذاك هو اللي غنلصقو مع الكم. كنغرس الإبرة في القنت وكندور مع الإسوارة. صافي على هذا الشكل. هذا حيدي إلا كان شي زاوية، إذا كان حيدها باش من نقلبها ما تجيني غليظة من الداخل. كما كتشوفوا راه كنحل داك الخياطة دائما، كنحلها باش كتجيني في الوسط. نجيب القطعة اللي غندير فيها لي بلي في الإسوارة ديالكم وغادي نخيطها من القنت كما كتشوفوا على هذا الشكل 1 سنتيم، ونقلبها باش كتجيني فينيا من داك القناة ديالها. غنقلب الجهة الثانية عاود لوجه عند لوجه وندوز على سنتيم ديال الخياطة. ونقلبها كتجينا على هذا الشكل. ومن الاحسن الا كان دوزوا لها الميكوات باش تجيكم سهله في الخياطه ديالها. انا ما دوزتلهاش هنايا. صافي غنبقى غاده بنفس الطريقه اللي دوزت القطعه اللي درت في الصدر. كنشد بداك الكروشي وكنطوي. يمكن لكم ديروها بالمقص.
صافي كنبقى غادا قياس واحد انطوي البلي حدا اختها ويجيونا مقادين. صافي على هذا الشكل هذا دابا ساليناها، كتجينا على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، وكنحطها على الكم. راه كنكون دوست له واحد الخياطه اللي واسعه، وكنجمعو شي شويه كندير له داك لي فرونس حتى كنرد فيه 20 سنتيم في العرض، حيت الاسواره غتجي عندنا فيها 20 سنتيم في العرض ديال الكم. كما كتعرفوا الاسواره راه ما كتبغيش تكون عريضه، كتبغي تكون مجموعة على اليد. درت فيها 20، وحتى هذيك القطعة اللي فيها لي بلي عندي فيها 20، وكنديرها فوق الكم كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنحطها هي الاولى على الكم وندوز عليها بالخياطة، نحطها على الوجه وغادي ندوز بالخياطة عليهم بجوج، نثبتها هي الاولى وعاد ندير الاسواره من الفوق عاود. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نجيب القطعه ديال الاسواره ديالي وغادي نلصق داك السنتيم اللي عندي بلا خياطه اللي خارج، غادي نجي نلصقو مع التالي كاع ديال الكم على هذا الشكل هذا، وندير له البانكات ونجي الجهه الثانيه كما كتشوفوا. هذا داك السنتيم كنلصقو عاود مع الجهه الثانيه، كنديرو من الداخل ديال الكم، كنديرو من الكفه ديال التوب. كما كتشوفوا الاسواره راه جايه من الداخل لكم من القفه ديالو، غنخيطو وعاد نقلبو داك الجهه باش غتفيني لنا في الوجه. كنخليو داك البقايا ديال داك التشنتيف اللي عندنا ديال الخياطه راه كنخليوها على الوجه كتبان، باش غادي نفينيوها بالقطعه الثانيه. راه كنحاول نشرح لكم اكثر باش تفهموني شنو كندير. بالنسبه للاخوات اللي عاد مبتدئات اللي عاد بداو، اما بالنسبه للاخوات اللي كيخيطوا شحال هادي راه بطبيعه الحال غيكونوا كيعرفوا هذا الشيء هذا. كما كتشوفوا على هذا الشكل كتجي دابا داك القطعه الثانيه اللي عندي فيها الفيزلين هي اللي غادي نقلبها، باش غادي هي اللي غندخلها ندخل فيها داك الشيء لداخل، وغتجينا مفينيه كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. نديرو لهم البانكات، انا هنا راه ما درت غير وحيده تمايا، وغندوز بالخياطه، كندوز على الطرف ديال داك الاسواره على الحاشيه، كندخل كل شيء لداخل، كيجيناش داك العيوب باينين ولا داك التشنتيف، كيجينا الكم فيني من الداخل ومن برا. هنا غادي ندور مع الاسواره، غادي ندوز لها بالخياطه المره الثانيه، صافي هذه هي الاسواره ديالنا راه واجده كتجي على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم كندير فيها 20 سنتيم في العرض، وداك الفتحه اللي صاوبنا ديال الصدافه كتجينا على هذا الشكل. يلا طريقه سهله ومبسطه. هنا هاد القطعه هاد
التتمة ديال الكسوة ديالنا اللي عندنا من التحت. كنجيبها كنلصق لها الخياطة ديال الكوطي في جنب جنب جوج، نتمنى من الاخوات اللي عجبها الفيديو وكيعجبوها الموديلات اللي كنحط لكم. انا كنشارك معكم الموديلات ديال الصيف، كما كتعرفوا الصيف دابا راه داخل، وكهاد هاد الموديلات هادو كيتلبسوا بزاف وكيتحتاجوا، كيطلبهم الكليان، وبغيت نحطهم معكم دابا في الاول باش الا بغيتوا تصاوبوا ان شاء الله بحالهم دخلوا شوفوا الطريقه. كما كتشوفوا داك الدوره ديال الحزام راني دوست لها الخياطه، كندير الغرزه كنوسع الغرزه، كندير فيها كندون نديرها في رقم 4، وكنغادا وكنجمع داك التوب ديالي. كما كتعرفوا داك 15 سنتيم ولا 16 اللي زدت ملي كنت كنفصل، صافي كنبقى نجمعها نجمعها حتى كنردها في القياس ديال الدوره ديال القطعه الفوقانيه، وكنجيبها كنحشيها فيها من الداخل، ندير الوجه عند الوجه، وندير داك الخياطه ديال الكوطي مع الخياطه ديال الكوطي ديال الجنب مع الجنب. على هذا الشكل هذا، هذيك هي الخياطه اللي هبطت لنا في الجناب، كندير الخياطه عند الخياطه صافي، وندوز السمايه كندوز كنشد واحد السنتيم ديالي ولا سنتيم ونص على حسب شحال خليت. وداك القطعه الفوقانيه راه كنكون شادها بالخياطه، ما كنخليهاش محلوله، كندير داك داك 3 سنتيم اللي عندي ديال الازرار راه كندير وحده على وحده وكنشدهم بالخياطه هما اللوانه، راه نسيت هنايا ما صورتهمش معاكم، وعاد كنلصق فيهم هاد الكسوه من التحت داك الصايه ديال الكسوه. نتمنى تكون الصوره واضحه تفهموا الموديل، راه ساهل، واللي اول مره غادي تشوف الفيديو ديالي وغادي تتعرف على القناه ديالي ما تنساش تشارك في القناه الى عجبك المحتوى ديال القناه، شاركي في القناة وتبارطاجيها مع الأصدقاء والعائلة، وتخلي لنا وتديري لنا جيم، تخلي لنا التعليق، تخلي لنا التشجيعات ديالكم، هكا كنزيد نعطيكم أكثر وأكثر، وكتشجعوني باش نخيط معاكم الموديلات. وبالتشجيعات ديالكم إن شاء الله غادي نزيدو القدام بهاد القناة. وكنشكر الاخوات اللي كيخليو لي التعليقات ديالهم الزوينه دائما، صافي راه كنبقى غاده مع داك لي فرونس كلهم كندور مع مع الخياطه ديال الحزام، وكنحاول نقادهم ملي كنكون دايزه بالخياطه، كيجيونا على هذا الشكل كما كتشوفوا. كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا، غادي دوزت لهم السورجي من الداخل، وغادي ندير لها لوغلي من التحت واحد سنتيم ونص ديال لوغلي ولا سنتيم، هنا انا راه درت لها سنتيم ونص، كيما شفتوا الكسوه في الشكل النهائي ديالها كي جات، راه جات زوينه وجات انيقه. وما تنساوناش من الدعم ومن الاشتراك وتخليو لنا جيم،
والسلام عليكم ورحمة الله.